Yo, what is up, psychos? مرحبا بكم في نهار في شكل 10 motherfuckers. سوا هاد الفلوق هذاك غادي نموت فيه كنصحكم تكملوه كامل. Yo, what is up, psychos؟ فين اخوتي فين هاني بخير لاباس عليكم رجعنا الله يجازيك وحشتكم وغادي واحد القلب واخا كل فيديو كل نهار تقريبا نقول الله يجازيك وحشتكم السايكوز. سو سايكوز اليوم فمشيني فخش اخوتي وبزاف ديال البلانات عندي في راسي فمشيني دابا كاين بلانات بزاف خصني انا نجبد هادي من لا ندير هادي لا بلاش هادي هاد البلان زوين لا هذا خايب لا فمشيني بحالك الخوت ولكن المشكله في هاد الفاكين بلانات هما انه بلانات خطيره يعني فمشيني بما ان رجلي باقا مضروبه وباقي بيضه وما درتهاش الفاصمه وبابا دير معنا الحل الله يهديك هاد البلانات خطيرين بزاف عليا الخوت فمشيني لحقاش رجلي تضرني وداك الشيء كامل ولكن غادي نغامر السايكوز يا سو فمشيني هذا هو انا الحماق المغامره الحب ديالو اللي فان ديالو السايكوز صافي هذا هو انا السايكو التعريف ديالو في الحياه في الفلسفه ما سو سايكوز كما قلت لكم ما كنتش فيا انت بعد من اندوم انا تندوم معاك انا تندوم معاك سير بحال دراش يدك سو سايكوز كنت مريح بحالك فمشيني وانا نقول ماري 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 ما راجي عندي دابا راه غادي نديرو انا وياك واحد البلان اللي غادي يكون مفرقع از فاك قال لي انا صراني دابا عند الخوادري انا جاي عندك دابا سو انا كنتسنى دابا يجي الخوت ومعاه غادي يجي غادي نقول لهذاك البلان غادي نقدر نصدمه ولكن شوف البلان الخطير ما غاديش وبالله سير حتى نتوما اصلا ما في راسكم والو يعني فهمتي هادشي كامل غادي يكون مفاجاه عليكم والماري مار ماذا فاكر من اللي غادي يجي فمشيني غادي نقول له خي ماري مار فمشيني غادي نديرو واحد البلان اللي ساهل غادي يجي عادي اللي هو هاد البوكس فمشيني انا قلت لكم دابا صافي ارتاحيتو ولكن البلان اللي موراه فمشيني اللي هو اصلا ما غاديش يبغي غادي يقول لي انا صريح بحالك راه تقدر تموت ولا شي حاجه ولكن انا غادي نغامر خوتي على ودكم فهمتيني لحقاش كنبغي لي زافونتور وداك الشيء ديال المغامرات والخطر وراكم عارفين اني كنفهموني وكنفهمكم سو سكوز هذا هو اول فاكين فيديو عندي في الحياه ديالي اللي غادي ندير فيه بيبليك لابليكاسيون اللي شفتوها في الاول قالوا لي راه غادي نخلصوك الا وصلتي ل 80 كا في 7 ايام سو سكوز بارطاجيو هذا الفاكين فيديو فهمتيني بارطاجيو ديما نوصل 80 كا سكوز باش نربح الفلوس باش نربح او يا راه كاع فلوسي كيمشيو خلعتيني يا خويا دخل 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 عاد والله شعر دابا هادشي كندوي عليه بالخير وبالشر وبالشر واش اسير شوف اخي واش اليوم غادي نديرو واحد الجبلانات البلان الاول باي هو البوكس في السطح واه بلاتي دابا نسات الموضوع ولكن البلان الثاني ما نقولوش لك حتى نطلعو للسطح ويلكم حاج بلان مزيني ما معايا سيري صافي خليكم معانا وراه قلت لكم فهمتيني اي حاجه كنربحها فين تنخسرها فاش في اندوميات اوه ما عرفتش ادبر عليها اراري اراري لي ديك الموسار حيت ورا الطوندوس واش هذاك الشهر حيت حيت ورا داك الشهر حيت 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 سو خوتي يطلع اوكي سايكو سو ها شوف واخا رجلي دبرتي عليها والله تا المهم شهدوا شهدوا عليه بحال شي حاجه جات حالي ها ناري عرفتي دابا انا شنو نخوش قلت المريضه عارف راسي غناكلها شنو برد على راسي في الاول قال لي في البيش شي كاع ما تصور قال لي اخش هذاك الكاول اللي ضربتيني في البحر انا غرد الدم اه المك واش اخي ادم هاني توحشناك اخويا فيلي فاير انا فري فاير بطل فري فاير نادي فري فاير هذيك انت في 2017 في 2000 ليبوك لا راه تزاد هو في 2000 تضحك معاك خوتي سوف مشينا انا ما نديرش عقلي انا قصر بسكيت بورد عمشي عارفه غتشوف الفيديو بلا ما تقلقي بالرجوله توحست السعور وحق الرب ماشي الله يسلمك ماشي مو عارف شي لعبت كيس بور بول ناري زيد الراتني شحال تحط دابا نضرب اولي اولي دابا نضرب اولي شحال تحط دابا نضرب اولي سير اخي او دابا يشفن اخصنا نتحلى مزيان خويا تموت اخويا اخويا اداها في امك مزيان اداها في امك مزيان هادي يا ربي تبنى يا ربي عرفتي ديك المره ملي طحش عرفتي شنو قال في الاول يا ربي انا زيد تفنى وتفنيت يعني دابا غنتفنى عاوتاني انا عارف راسي غنتفنى وغنلعبها فهمتيني يا بسم الله المهم بعد شويه كاينه ولكن زيد الراحت كاع فاش اولي فاش اولي فاش ديك نير والله شكلي شي واحد هذا تخص فيه التلف 500
عندي راه في الدوبر عطيني عاد در مزيانة. كلاش من نهار عشي حسيت اصحبي بديك الجرحة دارت بحالك تطلب ماشي مرا شارفة. خوشي احنا دابا غادي نقصروا البوس صاحبي ما ماكش تشوف يوش تضحك مالك راه تاكل العصاره ضحك انا صح حدايا انا جاي خوشي لبسوا اللي كاش ورجعوا ليكم واك حزلك حزلك واك حزلك اي خوشي اليوم يا غنفني يا غنتفنى تفني دابا تفني ودابا هاك حزلك تفني تفني مالك مخلوع راه وجهك غنهرسوا لك ماشي شي حاجه مخلوع انت انا عاد لكم شي غادي نفرقع امك وصافي الكلام هو هو هاك بدا البوك صبرش عليها شو الكلمه تراني لحظة لحظة Thank you.
ما شاء الله خلاص كذا حاطيه بوستو خوشي فرقع امك انت كورونا خوشي ايش هذا جديد دابا كيف ايش اجي الشوكولاته عطيت نهار 12 شهر 8 2020 انا استعملت كشي ناضي كان غادي خو صافي مشيني برك من البوكس انا راه عايش هلكت راسي دابا كاين يدين ما كاين تو خوش دابا غادي نديرو داك البلان اللي قلت لكم الثاني اللي ما تخباركم لا نتوما لا هو ولكن ما نقولوش دابا شرتها باش تكون صدمه هي هذيك فهمتيني رتاح اوكي سايكوز سول تحين وداك الشيء كامل دابا غادي ندير داك البلان السايكوز عرفتي شنو هو البلان انا والله شي غادي نصدمكم دابا وحق الله غادي نوقف هنا برجلي مريضه لا بروج حي ما حاجه اسمع ماكم لا انس الله يزين ما في خباري بروج راه والله ما قلتها لي وحق الله لا انس الله يزاك لي انا انا قبل غندير وماري مان مزيد كي غنديرها من سوقي غنديرها بالروج والله شي غنديرها وحق الله وعتاسك راح الله يحن لك نور عاد راس الراحه بلي بدك تنقز ملي بدك اخويا كنوقف في السطوحه عاد راس المهم انا ما المهم انا طالب انا ما كاينش ما حاضرش قلت لي ما تطلعش اخاي شوف واش بغيت دابا خونا مخلوع لحقاش انا غادي نوقف هنايا فهمتي ماك اخو وري ما مخلوعش مخلوعش عادي شوف واخا تاع جالس لك عادي عادي راه ما بعيداش بزاف يعني دابا راه واخا نطيح على الكوبتي راه ما قال لي والو باش ندرب انا من بعد هو على حسابك انت لا كاين اصلا ما بقاش انا ليك دير عكاز اشوف واش مصطفى تيشوف فيا لا مصطفى عطيتي كاس ليك اخويا مصطفى كاميرا فوق راسك طيب الله يحنك الله يحنك انا نار لا يرجعوا الكاميرا غيلقاونا حيد انا تاع الصراحه عايك نوينا الصراحه الله يعطيك الله يجابك عاود المقا فطا اخي انت خلعت لا فطا صاحبي الله يمدحك هذا بالله نسقمني ناس اسقم ماشي شي حاجه اش خليني نوقف ولا نبرع منك خليني نوقف ولا نبرع لا اش خليني ولا لا غاش نموت اش خليني ولا نموت واش والله حتى غنوقف اقسم بالله ولكن دابا انا ما بغيتش نبدا من تماك راه كتسمى بحال غش فهمتيني بغيت نبدا من هنا نيشا خد راسو ما معاش انا كنقول لك اش كدير دابا اش باغي تصنع خويا دابا خلع عشينك غادي مزيان اخويا اخلع عشينك الله يحفظك الله
صافي خديتي يا صاحبي صافي يا خويا مزيان ما عنديش جاي معلاش انا مريض دابا في العصر مع الوقت فيني بروج ولا نسقوج قدري صغار بقى تسمع والو نفي دا 50 عام هذا فيني رحمه الله نيش انا نمشي مشان الله اجمل الجنه ندوم في جنة سايكوز بالروج ولا فمشينا نعرف غادي يجيو شي ناس في الكومونتير غادي يبداو يتفلسفوا انا زعما علاش شادي رجع شباب مشي انت براسك من النوم خلاص ما خافش عليك انت والكلمه عرفتي دابا عمي راه كتفرج في الفيديو عرفتي تسمع هاد الهضره دبرت عليها ما غبعاش وما قلتليش اخاش لا 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 قال لي لا 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 قال لي قال لي لي والو قال لي ولا لا قال لي بعد منه ما صاحبي بعد منه ما المهم سايكوز مجيني راه باقي ما يساليش الباك الفيديو وانا باقي غادي ندير شي بلاناش وكذا سو يا سايكوز ها نتحداك دابا تطلع انت دير بحال رزقك ناض يا سير اخي لا لا في ابو فاش انا في انت معوق ومعوق وطلع على السطح لما نتحر حيت فهمتي عندي مشاريع انا يعني. شنو عندك؟ خلي اراضي فلاحيه راه ما عندكش مشاريع انت عندك مشاعر مشاعر لحمك دابا لحمك انا وحانا باقي تطلع على الكاميرا عرفتي شنو فاش موت لا لا يا الله عبد الله قلت لك دابا شحال بغيت شحال بغيت اللحم مال الكاميرا واللحك الجاي مزيانة شكون حسن الكاميرا؟ حتى واحد جوج حتى راسك راه حالية هو يقتلني انا بحال عارفني هدا دابا ملي كتصور هكا اش كدير دير كاميرا باقي بنادم قديم ومبين كلاكيطا حنا كاملين عندنا كلاكيطا والله ما عجبتك كلاكيطا صافي دير 300 درهم شنو قلت صاحبي؟ صافي ناس شحال دير 300 درهم؟ 300 درهم صافي ناس صافي ناس انت انت نبيعوك في الديب ويب ما تجيب 300 درهم سايكوز وصلنا 300 كا ما يمكنش ما يمكنش سايكوز بالروج ولا شوف كتبوا لي كاع البلانات الحماق اللي عندكم في راسكم اي بلان كنتو نتوما مثلا كنتو باغيين ديروه وما قدرتوش ديروه ولا حقاش حمق بزاف ولا شي حاجه بحال هكا كتبوا لي الخوت باش ندير كاع البلانات ديالكم الخوت بمناسبه 300 كا ماذا فاكر و 300 كا و كنحلم ياك ونيري 300 كا وات ذا فاك غفلاتني بنت الكلبه بغيت نشوف انس نشوف انس بصراحه واش حاب يوصل في لي زابونات الحامض هذا كنقد 300 كا وات هولي شيت وصلت 300 كا وصلت 300 كا صاحبي لا لا كنت تقول لي بلاناتكم الحماق انا غادي نديرهم كاملين غادي يكون الفيديو خاص ديال 300 كا فهمتيني دابا شهدنا شهدنا